التخطيط هو نوع آخر كيدخل في إطار تثمين مكونات ومقومات هويتنا المغاربة كمغاربة، وكذلك بأنه هذا الفيلم هو يعني فيلم كيهضر على واحد الحقبة تاريخية، الإطار الزمني ديالو في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث كانت تعيش القبائل تحت واحد النظام قيدي مؤدلج من طرف النظام الفرنسي، وهذا النظام هذا جات عنده واحد ردود الفعل من طرف القبائل اللي كانت قوية بطبيعة الحال، لأن المغاربة ما كيرضوش بالذل وما كيرضوش بالإهانة، وهذه الانتفاضة خلقت واحد الثورة ضد هذا النظام القيدي في سبيل الوطن. هذا كان الحلم ديال الوالد ديالي الله يرحمه، أنه كان بغى ينتج فيلم وطني، وتوفى وحاولت ما أمكن نحقق لي الأمنية ديالو بعد الوفاة ديالو. هذا علاش تقولي شكون هاد الممثلين عندي معاهم مشاكل بعدا باش نعرف معاهم اللي قلتي بعض الممثلين شكون هما بالضبط؟ عمر لطفي ما عنديش معاه حتى مشكلة، عمر لطفي هذاك اللي عنده في الكونطار درته معاه، خلصته بارشيك، عندي الكونطار عندي الشيك ديالو، هذا من هذا الجانب. بالنسبة لنجاة خير الله، نجاة خير الله عندي معاه دعوة بعدا في المحكمة، لأنها أثناء التصوير ما كملاش معايا التصوير، في وسط التورناج مشات بدون سابق انذار، ما عرفناش لحد الان علاش، وهادشي اللي كاين. اين اهانه؟ بغيت نعرف اين اهانه بعدا هي الاولى اللي تعرضت ليها، قضيه ديال الماده صندو على انا معاها في المحكمه، اين اهانه اللي تهانت هاد السيده مع انها كانت جالسه في احسن لوطين بحال الاخوه الممثلين، بالنسبه للاكل بحال الاخوه الممثلين، كان عندها شيفور ديال اللي تديها ويجيبها، اين اهانه؟ بغيت نعرف بالضبط اين اهانه اللي احنا هنا فيه. في التورناج كانت في ظروف عاديه جدا، ما كان عندي حتى مشكل، يعني ساليت الخدمه، خديت المستحقات ديالي، بقى عندي علاقه مزيانه مع المخرج ديالنا مصطفى فاكير، مع المنتج، مع جميع الطاقم التقني، حتى مع الممثلين اللي اشتغلوا معنا، يعني بكل صراحه وكل صدق ما كان عندي حتى اشكال نهائيا. بالعكس انا جيت سعيد انني نشارك في هذا النوع ديال الافلام اللي كتعتبر هي وثيقه تاريخيه كتأرخ لواحد المرحله نضاليه ديال الشعب المغربي، وخاصه المناطق اللي كانت نائيه فهي ناضلت اكثر من المدن وعطات شهداء وكافحت بالغالي والنفيس باش يستقل هذا الوطن وهذه الحريه اللي كانت نعموا فيها بها حنا، فالفضل كيرجع لها مومه.